الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحت إشراف مؤسسة محسنون نكون في هذا اليوم الطيب الأربعاء 28 رمضان 1444 هجرية بذبح هذه الثلاث خراف عقيقة بالطعام عرودينا محمد أحمد محمد وأحمد محمد أحمد، بارك الله فيهم وفي والديهم. اللهم تقبل يا رب العالمين. آمين. اللهم بارك في رودينا وأحمد يا رب العالمين. اللهم بلغهم ووالديهم ليلة القدر واجعلهم من عتقائك من النار يا رب العالمين. آمين. اللهم جازيهم عن إطعام أهل هذه القرية خير الجزاء يا رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الله عز وجل النهاردة الأربعة 28 من شهر رمضان لعام 1444 هجريا أتينا هنا في هذه المدرسة الإسلامية لكي نذبح. الحمد لله انتهينا من كامل الذبائح بفضل الله وكرمه، انتهينا من كامل الذبائح، لكن قدر الله ما شاء فعل أتى المطر، لكن إن شاء الله إطعاماتكم انتهت هنا في داخل هذا المكان الذي أمامكم، هذا المطبخ في هذه المدرسة، وانتهى الطعام وسنرتبه في هذه القاعة في الداخل، سيفطر الأولاد والناس في الداخل. أسأل الله أن يجازيكم عن الإسلام والإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله حتى ترون المشقة التي نعانيها هنا، انظروا إلى السماء، انظروا إلى السماء كلها فيها الغيوم، والله انظروا إلى السماء، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مطر خير وبركة، أسأل الله أن يكون حوالينا لا علينا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المعلم أتى بالأولاد الآن كلهم الصائمون يدخلون يعني تباعا تباعا حتى لا يحدث الفوضى. أسأل الله أن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تقبل الله طاعتكم يا أهل الخير، ونفع الله بنا وبكم البلاد والعبادة والشجرة والدواب، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إطعامات هذا اليوم الطيب الأربعاء 28 من شهر رمضان لعام 1444 هجريا. كانت الكهرباء منقطعة والحمد لله أتت، كانت منقطعة بسبب الأمطار والحمد لله أتت، ونحن دخلنا في الداخل لكي نفعل الإطعامات في الداخل بسبب الأمطار. وهنا البرنامج، البنات أولا ثم الأولاد بعد ذلك، وهذا الطعام مجهز لأولاد المدرسة هنا وهناك، تمام. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء عن إطعام إخوانكم، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتكم يوم الدين، تقبل الله طاعتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الله عز وجل، احنا النهاردة الأربعاء 28 من شهر رمضان لعام 1444 هجريا أتينا إلى هذه المدرسة الإسلامية، ذبحنا لهم وفعلنا لهم الافتراض بفضل الله. كل هؤلاء الصائمون والأولاد البنين في الخارج هم عندهم البرنامج، المعلمون هنا، البنات أولا ثم بعد ذلك الأولاد حتى لا يحدث الفوضى. أسأل الله أن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. تحت إشراف مؤسسة محسنون بفضل الله عز وجل ومنته، بعد أن انتهينا من الذبح وعداد الطعام في هذا اليوم الطيب 28 من شهر رمضان لعام 1444 هجريا الأربعاء، تحت إشراف مؤسسة محسنون دمتم محسنين. أسأل الله في علياء أن يطعمكم من ثمار الجنة كما أطعمتم هؤلاء الطلاب في هذه المدرسة الإسلامية. أسأل الله أن يرضى عنكم وعن أهلكم أجمعين، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتكم. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر صائما كان له مثل أجره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يكتب لكم أجر الصائمين القائمين هنا بفضل الله عز وجل. أكثر من 400 طالب، ونحن دخلنا في المركز في الداخل بسبب الأمطار، بسبب الأمطار في الخارج لما استطع نفعل الطعام في الخارج دخلنا إلى الداخل، وهنا والله أفضل من الخارج. أسأل الله في عليائه أن يطعمكم وأهلكم من ثمار جنته كما أطعمتم كل هؤلاء الطلاب في هذه المدرسة الإسلامية. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فأسأل الله في عليائه أن يدخل عليكم السعادة والسرور كما أدخلتموه على كل هؤلاء. أسأل الله أن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. تبسموا بس، تشيك تشيكة. السلام عليكم. وهنا عندهم البرنامج، البنات أولا ثم الأولاد بعد ذلك، يعني هنا الطعام موجود للأولاد لكن بعد ذلك لا يدخلون الأولاد مع البنات. جزاكم الله خير. مطبخنا المتواضع بفضل الله عز وجل، أسأل الله أن يجازيكم عنهم وعن الإسلام خير الجزاء، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خير الجزاء هنا في هذا اليوم الطيب الأربعاء 28 من شهر رمضان
لعام 1444 هجريا هنا في هذه المدرسة الإسلامية. تقبل الله طاعتكم، الناس هناك مختبئون بسبب المطر، الله المستعان، تقبل الله طاعتكم يا الله الخير.